مهرجان النجم الساحلي والنادي الصفاقسي في الجولة السابعة من الدوري التونسي دور البلاي اوف. لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط الضغط بزر اللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب استاد الطيب المهرب الصفاقس. اما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي: في الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بكل من توقيت قطر والسعودية والامارات. أما بالنسبة للقنوات النقلية للمباراة، المباراة قناة الكاس اتش دي واحد الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي تتوصل دائما بالمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وهنضرب لكم موعد في موعد قادم.